نظم عشرات السكان القطنين عبر قرية الزبربورة التابعة لبلدية الأخضرية احتجاجا سلميا أمام مقر الولاية، وذلك للمطالبة بمنحهم التفاتة جادة تخرجهم من دائرة العزلة والإقصاء. جينا بلوزير فوا لهنا يقولوا لنا إيه نخدموا لكم نخدموا لكم، رحنا للمير يقولوا شاف الدائرة، شاف الدائرة يقول لك شوف أنا عندي الوالي اللي يحكم فيا، ما فهمناش وين نروحوا درك. ومنذ 1976 إلى حد الآن ما زالت كما هي. التهيئة العمرانية تعبيد الطريق وتوفير الإنارة العمومية من بين المطالب التي اعتاد سكان القرية على رفعها في كل مناسبة واحتجاج. كان مشاكل شوية الفوق تاع التريسيتي تاع الكهرباء ما عندناش، لي زارفوار كاينين والطريق ما كاش والتريسيتي ما كاش، رانا في حالة ميزيرية إلا كان نشوفوا لينا نروحوا نشوفوا. عندنا الطريق محفورة، جاو خدموا لاسينيسمو، خدموا التليفون، خدموا الاخر، خلاوها محفورة كاع وراحوا. ما كاش دوك ليكليراج بلوس كاسا ليكليراج ما كاش، تخرج في الليل باش تروح للجامع تطيح في حفرة. قرية الزبربورة أو الربوة المنسية قرية هي في أمس الحاجة لاهتمام السلطات المحلية.